يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة اليوم مهمة جدا كالعادة، كل حلقات الترند بتبقى مهمة لأن بيبقى دايما عندنا كلام كتير جدا في مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد العالمي الصعيد المحلي. وزي ما انتم عارفين قبل كل ده طبعا كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخبار وتفاصيله هتكون معانا على مدار فقرات حلقة الترند النهاردة. عندنا كمان كلام مهم ومداخلات مهمة جدا في إحدى فقرات البرنامج هنتكلم فيها ومع جمهور النادي الأهلي كمان، لأنه أمر غاية في الأهمية. والأهم دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، تقدروا تتواصلوا من خلال كمان صفحات المختلفة لقناة النادي الأهلي على السوشيال ميديا. وبصراحة السؤال صعب قوي النهاردة، قوي قوي يعني اللي هو بعد مرور عامين من انضمام أفشة للنادي الأهلي، إيه هو أحلى هدف أو أجمل هدف أحرزه أفشة مع النادي الأهلي؟ هو السؤال صعب شوية أنا عارف، بس هو في أهداف مهمة وأهداف جميلة. هو بصراحة جاب أهداف كتير مع النادي الأهلي، في منها المهمة قوي قوي، وفي منها الهدف الجمالي اللي فيه مهارة وفي لمحة فنية مميزة. فهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد من حلقات الترند، لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة دجلة، ووصول سداسي الأهلي من طوكيو، حمد لله على السلامة. أما في الترند الأولمبي: اعتزال سمر حمزة بطلة المصارعة.